إذا حبست فلم يكن حبسك في تهمة دنيئة، وكان لإثبات حق أو للدفاع عن مبدأ أنت مقتنع به، فعليك أن تفخر بذلك بين الناس. قال علي بن الجهم، وكان الخليفة المتوكل حبسه ظلما، قالوا حبست فقلت ليس بضائري حبسي، وأي مهند لا يغمد، والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد، والنار في أحجارها مخبوءة لا تصطلى إن لم تثرها الأزند، والحبس ما لم تخشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتودد. بيت يجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحمد، لو لم يكن في الحبس إلا أنه لا تستزلك بالحجاب الأعبد. غر الليالي باديات عود، والمال عارية يعار وينفد، ولكل حي معقب، ولربما أجلى لك المكروه عما يحمد. لا يؤيسنك من تفرج نكبة، خطب رماك به الزمان الأنكد، كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعود.